بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. راح ندردش شوي عن مادة الفاينل بالنسبة للفسيولوجي 1 أو أنيمال فسيولوجي 1 لكلية الطب والجراحة البيطرية. تمام. هذا البارت الثاني هو اللي راح يكون البارت الأخير أو الفيديو الأخير بالنسبة لمادة الفاينل. نزلت لكم البلوت، نزلت لكم البارت الأول، وهذا البارت الثاني تكمل البارت الأول. ونبلش بسم الله بأول سلايد. طيب، هنا رح نحكي عن البلد فلو. البلد فلو is driven by difference in blood pressure اللي هو دلتا بي، اللي هو difference للبلد بريشر. difference بتعبر الدلتا التغير ل وهي البريشر بلد بريشر، and opposed by the vascular resistance اللي هي نعبرها بحرف ال R. هي اذا في عندي الايكويجن هون، عندي البلد فلو ايكوال الديفرنس، هاي الديفرنس البلد بريشر على او تقسيم ايش الريزيستنس زي ما حكينا هون. تمام. يعني نقدر نحكي انه البلد فلو بتناسب علاقه طرديه مع التغير في البريشر مثلا، او ديفرنس ان بريشر، وبتناسب البلد فلو. اوكي هون خليني وبتناسب عكسيا مع الريزيستنس. تمام. هيو يتناسب هون، هاي 1 واحد على هيك علاقة عكسية، وهون علاقة ايش علاقة طردية مع البلد فلو. تمام. طيب هيك خلصنا من النقطة اللي هون وهون. اوكي تذكروا طبعا الكيو هون از بلد فلو equal cardiac output equal ايش؟ ذكر cardiac output اللي حكيناه بالبارت الاول اللي هو عبارة عن ال heart rate. تمام. ضرب الايش؟ ال stroke volume. تمام. تذكروا هاي النقطة اللي قدام. بالنسبة هاي the difference in blood pressure اللي هي دلتا بي is the pressure difference، وبرضه بنسميه برضه perfusion بريشر برضو اللي اسمين، والريزيستنس هي بحرف الار. طبعا الريزيستنس راح ناخذ بالسلايد اللي بعد هذا، راح ناخذ العوامل اللي بتحكم فيه، بس هي الريزيستنس عفوا راح اقول لكم هي هذول العوامل. تمام. طيب بالنسبه لاول نقطه اللي هون عندي ذا دروب ان بلاد بريشر ديبيندز اون ذا اماونت اوف ريزيستنس، يعني بقول لك البلاد بريشر راح يعتمد او الدروب يعني كان مثلا، طبعا هون قسمنا على حسب الفاسكولار سيستم مثلا، يعني خلينا برا نشرح شوي النقاط عشان نفهم كلنا. اذا اعيد the drop in blood pressure depends on the amount of resistance of the different segments of the vascular system. هنا قسمنا الفاسكولار سيستم ل segment، من هون لهون segment الاورتا، من هون لهون segment الارتريز مثلا، وهكذا. تمام. طيب بالنسبة اوكي يعني هون بقول لك البلد بريشر، اوكي البلد بريشر هيعتمد على الريزيستنت ريزيستنس. باختصار شايفين المعادلة هاي، نقدر نكتبها بصيغة ثانية تحكي دلتا او ذا ديفرنس البلد بريشر ايكوال ايش اللي هو البلد فلو اي كيو ضرب الريزيستنس، صح ولا مش صح؟ طيب اذا زاد الريزيستنس راح يزيد the difference للبلد بريشر، واذا قل راح يقل، يعني علاقة طردية. اوكي اوكي arterioles offer a great او greater resistance. شايفين الارتريولز هاي اللي هون. تمام. راح يعطوني a greater resistance. greater resistance يعني ممكن يجي سؤال بالامتحان واضح وصريح than other segments of the vascular system عفوا and causes a great decrease in blood pressure. cause a great decrease in blood pressure blood pressure يعني شايفين مثلا لو ناخذ الميل هون، شايفين هون الميل صفر فعليا، شايفين الميل هون بزيد بزيد بزيد، وهنا اكثر ميل، شايفين هون برضه بعدين بصير يقل. فالميل فعليا هون راح يمثل الايش؟ the difference in blood pressure. كيف يعني؟
هسا مش هاي السيجمنت تاعت الارتريولز، شايفين من هون هيك وهيك، تمام تمام يعني هاي السيجمنت من هون لهون، شايفين كيف راح يكون الديفرنس للبلد بريشر تقريبا من 80 لايش ل 40، فمن هون لهون بتعبر لي عن دلتا بي، ودلتا بي تقريبا تطرح 80 من 40، ايش راح تطلع 40، صح ولا مش صح؟ فهي 40، فلانه الريزيستنس عندها عالي زي ما هون زي ما قلنا جريت انسو ديكريس، هاي انه صار في ديكريس عالي، اوكي لانه لها جريتر ريزيستنس ما بين الفاسكولار سيستم، حلو طلع مثلا من هون 40. لو ناخذ مثلا الكابيلاريز مثلا تقريبا نحكي من هون، او بلاش بدي اخذ ال بدي ارقام واضحة صراحة، طيب خلينا ناخذ الكابيلاريز، مش هي الكابيلاريز من هون لهون تقريبا من هون هيك، حلو لهون، طيب ثواني اغير الكلام عشان نستوعب القصة، مثلا لو ناخذ الكابيلاريز راح يجي من هون تقريبا لهون، صح؟ هي من هون لهون، ففعليا لو نيجي نقارن مثلا هون بده يعطيني 35 نحكي تقريبا يعني، وهون نحكي اقل من هاي مثلا نحكي 18 ولا اوكي 18، فشايفين الفرق؟ بعدين راح تطلع راح تطرح 35 من 18 بس راح يكون اقل من قيمة ال 40، ف الارتريولز لانه لها اعلى ريزيستانس راح يكون لها ايش البلد او ذا ديفرنس بالبلد بريشر راح يكون عالي، تمام. هون اثبتنا العلاقة الطردية ما بين البلد بريشر والريزيستانس، تمام. واعيد وازيد انه قصة الجريتر او جريت ديكريس ان بلد بريشر زي ما قلنا هنا راح يكون الميل عالي، عشان هيك حكينا جريت ديكريس راح يسبب لي ديكريس عالي، او شو اسمه يعني راح يصير في، شايفين يعني زي ما قلت لكم الميل قصة الميل هاي، وان شاء الله تكون وصلت. طيب هون نفس الصورة بس بشكل أوضح، طبعا الديستوليك بريشر راح يعبر لي عن هذا الخط، المين ارتيريال بريشر مثلا راح يعبر لي هون، والسيستوليك بريشر راح يعبر لي هذا، وين هذول بنشوفهم في سلايد قدام، راح نحكي عن السيستوليك بريشر عن المين بريشر برضو عن الديستوليك بريشر، شايفين هذول الثلاث هم نفسهم هذول اللي راح نشوف، راح نشوف هاي الصورة راح نشوفها قدام، تمام. طيب تذكروا الفاسكولار ريزيستانس لما حكينا كيو يساوي الديفرنس للبريشر على ريزيستانس، هسا الريزيستانس يساوي ايش؟ هيها هاي ريزيستانس اذا ريزيستانس يساوي 8 ضرب الفاسكوسيتي اللي هي اللزوجة تاعية البلد ضرب اللينث اللي هي مثلا لو ناخذ سيجمنت مثلا عشان اوكي، شايفين مثلا لو نقارن هنا يعني لو حكينا هنا 10 سنتيمتر مثلا الطول، وهون مثلا نحكي 15، ف 15 سنتيمتر مثلا اوكي، فال15 اكثر من ال10 عشان هيك راح يكون ريزيستنس عالي، واذا كان فيسكوستي عالية برضو الريزيستنس راح يكون، طبعا الريزيستنس هون ممانعة او مقاومة البلد فلو اللي راح تكون في البلد فيزلز، تمام. حلو، على باي ضرب الراديوس تو ذا باور 4 اللي هي اس 4، الراديوس اللي هي نصف القطر، تمام. يعني نرجع ونقول شايفين هون طبعا هاي مثلا المركز هون راح يكون نصف القطر أكثر من نصف القطر اللي هون، تمام.
فهاي العوامل راح تأثر لي بالريزيستانس. الريزيستانس از دايركتلي بروبورشنال تو ذا فيسكوستي اند لينث لينث اند انفيرسلي بروبورشنال. يعني هون بقول لك علاقة عكسية وهنا علاقة طردية. دايركتلي بروبورشنال علاقة طردية مع الفيسكوستي اللي هي تعيد اللزوج تعيد البلد، مع اللينث اللي هو الطول زي ما قلنا هون لما ذكرت لكم 10 و15. فهون راح تكون، لانه 15 راح تكون ريزيستنس اعلى من هون. اوكي جميل جدا. وعلاقة عكسية مع مين؟ مع فورث باور اوف راديوس. الراديوس قوة تربيع، عفوا الراديوس قوة تربيع، تمام زي ما احنا شايفين هون. Arterioles has the highest resistance. وهي هاي حكيناها قبل شوي صح ولا لا؟ لما قلت لكم هون الارتريولز وين القلم؟ اوكي الارتريولز لها ايش؟ جريتر ريزيستنس، تمام نفس المعلومه مش معلومه جديده. هاي هاز هايست ريزيستنس، ممكن يجي من الامتحان. اوف اول سيجمنتس اوف ذا فاسكولار سيستم، ركزوا على هاي النقطه مهمه. ريزيستنس اوف ارتريولز كان بي ادجستد باي، ممكن نتحكم بالريزيستنس طبعا زي ما قلنا هنا. طيب زي ما قلنا هون بالمعادله، ريزيستنس ايش يساوي؟ اللينث الفيسكوستي على باي ضرب الراديوس تربيع مثلا. هسه رح نحكي عن الراديوس هاي اللي هي نصف القطر، تمام. ففعليا نقدر نتحكم بالريزيستنس عن طريق الكونتراكشن او الريلاكسيشن. لمين؟ للبلاد فيزلز مثلا. الكونتراكشن راح نسميها فازو كونستريكشن، والريلاكسيشن راح نسميها فازو دايليشن، تمام. فرقوا لي بيناتهم. طبعا هنا الكونتراكشن اللي هي الفازو كونستريكشن راح يصير في عندي ايش؟ causes a decrease of the radius and therefore increases the resistance. زي ما قلنا لانه علاقه عكسيه بين الريزيستنس والراديوس، كل ما زاد الراديوس راح يقلل الريزيستنس والعكس صحيح، تمام. اوكي والريلاكسيشن اللي هي الفازو دايليشن causes an increase in the radius and thus decrease the resistance. طيب نيجي هون عشان نوضح الصوره اكثر بالنسبه للنقطتين هسه ضفتهم. طيب هاي فازو دايليشن، مثلا فازو دايليشن زي ما عندي هون اللي هي ريلاكسيشن مثلا، راح طبعا زي ما قلنا الراديوس اللي هو نصف القطر صح ولا لا؟ فلما يصير عندي فازو دايليشن راح يزيد نصف القطر. طب اذا زاد نصف القطر راح يقل الريزيستنس زي ما حكينا بالمعادله اللي هون، انه علاقه طرديه مع الراديوس، تمام حلو. اما الفازو كونستريكشن، طبعا الفازو كونستريكشن زي ما عبرنا هون هاي الصورة، راح يقل الراديوس، إذا قل الراديوس راح يزيد الريزيستنس، تمام؟ طبعا إذا قل، طبعا هاي المعلومة هاي برضه يعني حلو لو نعرفها، إنه تذكروا الكيو كانت يساوي إيش؟ دلتا بي اللي هي البريشر على الريزيستنس. إذا قل الريزيستنس راح يزيد البلود فلو والعكس صحيح. إذا قل الريزيستنس زي ما قلنا decrease the resistance راح increase ل blood flow اللي هي الكيوب، تمام. طيب هاي المعادلة حطيتها هون. طيب هاي الفازو dilation، شايفين radius زي ما قلنا نصف القطر من هون لهون. هاي النورمال، هاي الفازو constriction شايفين نصف القطر قل لو نقارنها هون وهون، تمام. لو يجي واحد ويحكي لي كيف يا إبراهيم راح نحفظهم، يعني لو نقدر نميز العلاقة ما بين الريزيستنس والراديوس، كيف نميزهم بشكل أسهل؟ بدكم تتخيلوا لي إنه هنا باب وهنا في باب، بس هذا الباب أصغر من هذا الباب، وتخيلوا لي هون في عندي تجمع ناس مثلا، وهنا برضو نفس العدد، يعني نعتبر هون في مثلا 100 بني آدم وهنا برضو في 100 بني آدم نفس الشيء، تمام. نشوف النورمال ثواني. هسه مين اسهل، انه يمر ال 100 بني ادم من هون ولا يمر من هون؟ اكيد يمر من هون، عند مثلا لو نسمي هاي A وهاي B، تمام. ليش حكينا هون ما حكينا هون مع انه بنفس العدد؟
هسا هون شايفين البوابة كيف أكبر بكثير من عندي من الحالة هاي، ففعليا ما رح يصير في عندي ممانعة أي بين قوسين ريزيستنس، هو رح يصير أوكي بس بشكل أقل. يعني هون رح يكون الريزيستنس عالي وهون رح يكون الريزيستنس ماله أقل مقارنة ببي. مثلا حكينا A و B، تمام؟ يعني هاي طريقة عشان نميز بين أو كيف نحفظ الفرق بين فازو دايليشن فازو كونستريكشن. ما قدر يحفظ زي ما حكيت هسا، بقدر يحفظها من حسب الإكويجن اللي هي المعادلة الموجودة عندي هون، تمام؟ اللي هي ريزيستنس رح يكون علاقة طردية اللي هو زي ما انتم شايفين هون مع الراديوس، تمام؟ نيجي على موضوع ثاني اللي هو الارتيريال بريشر. راح يختص بالارتري، ارتيريال من ارتري، تمام؟ determined by vascular resistance and cardiac output. تذكر القانون حكيناه قبل شوي، اوكي، انه الكارديك اوتبوت يساوي difference in pressure على ايش؟ على resistance. تقريبا نفس القانون هذا اللي هو البريشر، بقول لك يساوي الكارديك اوتبوت ضرب الايش، هون حكون ضرب التوتال بريفرال ريزيستنس اللي هي عبارة عن ار. يعني لو نكتب هذا القانون بصورة مماثلة لهذا، يعني نخلي البريشر موضوع القانون مثلا، يعني هاي كل اوكي، هون الديفرنس البريشر يساوي ايش؟ كارديك اوتبوت اللي كنا نحكي له كيو ضرب مين؟ ضرب توتال بريفيرال ريزيستنس اللي هي ار. ففعليا لا يعتبر قانون جديد، لانه اذا حفظنا هذا هو نفسه هذا، اوكي تمام. زي ما قلنا الكارديك اوتبوت سي او وتوتال بريفيرال ريزيستنس، تمام. ارتيريال بريشر از بلستاي. طيب في عندي السيستوليك بريشر، في عندي الدايستوليك بريشر، في عندي البلس بريشر، في عندي المين ارتيريال بريشر. مثلا لو نيجي على المخطط اللي عندي هنا، طبعا هنا شفتوا هاي الصورة اللي ورجيتكم اياها قبل شوي، بس ورجيتكم مرة ثانية هيها. طيب شايفين هاي الصورة نفسها تقريبا هاي، بس هون جزء اخذنا. مثلا شايفين هون هذا الخط اللي هون بعبر لي عن الدايستوريك بريشر، تمام. هي هون هذا راح يعبر لي هون عن الدايستوريك بريشر. مثلا عندي هون راح يعبر لي عن السيستوريك بريشر، شايفين مثلا هون السيستوريك بريشر، ايوه تمام. وعندي المين ارتيريال بريشر هون بهذا الخط اللي هو نفسه هون. تمام حلو. طيب نرجع، بالنسبة عندي systolic pressure is the highest arterial blood pressure reached during any given ventricular cycle اللي هو السيستول. تذكروا السيستول لما يصير في عندي ventricular contraction راح يعطيني ايش؟ هذا البريشر اللي راح يكون بالارتري بس مش بالventricles، تمام؟ تمام، لانه هون بنحكي فعليا عن arterial pressure، تمام؟ حلو. الدايستوريك بريشر اللي هو طبعا السيستوليك ما حكينا لكم اياها، هي هون والدايستوليك هون، حلو. طيب الدايستوريك بريشر ذا مينيمم ليفل اوف بلاد بريشر ميجرد بتوين كونتراكشنز اوف ذا هارت. تعريف سهل وواضح، بلس بريشر از ذا ديفرنس بتوين سيستوليك اند دايستوليك بريشر. شايفين الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك بريشر او بريشرز اللي هو ايش بنسميه بلس بريشر، تمام. ايوه رح يكون الفرق ما بين السيستوليك مع الدايستوليك بريشر. حلو، عندي مين المين ارتيريال بريشر يساوي الدايستوليك بريشر زائد ثلث البلس بريشر. يعني هاي المين بريشر، طبعا لو جزأنا هذا المخطط لثلاث اجزاء من هون لهون تقريبا من هون لهون،
يعني. فالمين بريشر يساوي الدايستوريك بريشر، حلو، اللي هو 80 مثلا، زائد ثلث البلس بريشر. يعني لو قسمنا البلس بريشر، هاي واحد، هاي جزء واحد مثلا، هاي جزء اثنين، لا وطبعا وهي جزء ثلاثة، وكان واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة، يعني هذول الأجزاء. فأعطيني ثلث البلس بريشر، هيو ثلث البلس بريشر مع الديستوريك بريشر، مع الديستوريك بريشر راح يعطوني المين بريشر. إذا اتفقنا من هذا الإشي إن شاء الله. طيب هيك أظن هيك خلصنا من هذا السلايد. هون برضه نفس الاشي، اذا زي ما قلنا هون الدايستوريك بريشر اللي هو راح يكون اقل اشي، السيستوريك بريشر راح يكون اعلى اشي، البلس بريشر راح يكون الفرق بين السيستوريك بريشر والدايستوريك بريشر مثلا، والمين بريشر يساوي البلس بريشر زائد، عفوا لا لا، يساوي الدايستوريك بريشر زائد ايش، زائد ثلث اللي هو البلس بريشر، تمام، اللي هو هذا. زي ما قلت لو قسمنا البلس بريشر لثلاث اجزاء متساويه، فاعطيني جزء منه او يعني ثلث البلس بريشر ازيده مع الديستوريك بريشر راح يعطيني المين بريشر، تمام، 100 100. طيب البلس بريشر راح يتاثر بايش؟ تعرف البلس بريشر هسه حكينا عنه، هاي ايش راح يتاثر البلس بريشر فعليا؟ راح يتأثر بأربع عوامل، لخصت لكم يعني بهذا السلايد للتوضيح أحسن. البلس بريشر increases by، راح يزيد بزيادة ايش، أو مثلا عن طريق ايش، طبعا إما بزيادة اشيين أو بنقصان اشيين. كيف يعني اشيين؟ يعني increase increase decrease decrease، إذا قل اثنين أو إذا زاد اثنين راح يزيد البلس بريشر. يعني هون كان بقول لك حزير بزيادة البلس بريشر، أو كيف بزيد البلس بريشر؟ إذا زادوا إشيان، وإذا قلوا، إذا صاروا لهم يعني ديكريس لإشيان، تمام؟ عشان نوضح الصورة أكثر. طيب أول إشي increase أو increased stroke volume، تذكروا الـ stroke volume كان يساوي إيش؟ الفوليوم، الستروك فوليوم كان يساوي السيستوليك او الاند، الاند دايستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم، تذكروه هذا ستروك فوليوم، ايوه تمام. طبعا اذا زاد الستروك فوليوم ايش راح يصير فعليا؟ larger ejection of blood causes larger pulsation. باختصار اذا زاد الستروك فوليوم راح يزيد الاجكشن البلد، مثلا هون مثلا عندي بحالة الاكسرسايز وهون بحالة الريست، راح يزيد ال محمد راح يزيد الاجكشن بزيادة الستروك فوليوم، ففعليا راح يزيد ال، شايفين هنا راح يزيد الايش، البلس بريشر، تمام، لانه هو كان الفرق ما بين السيستوليك بريشر مع الديستوليك بريشر، تمام. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هو الـ increased للتوتال بريفرال ريزيستانس، طبعا هاي النقطة، ثواني بس، طيب شايفين هاي النقطة وهاي النقطة، هشرحهم بسلايد لقدام، بس خلي بس ركزوا مع النقطة الثالثة هون الموجودة عندي اللي هي decreased للهارت ريت. إذا قل الهارت ريت، حلو، شو اللي راح يصير؟ الدايستوريك بريشر راح يقل. طيب زي ما انتم شايفين بالمخطط عندي هون، مثلا نيجي على الصورة هاي، شايفين مش اتفقنا هون الدايستوريك بريشر، يعني لو رجعنا لهي الصورة مش هون اتفقنا أقل إشي راح يكون دايستوريك، وهون السيستوريك، والفرق بيناتهم اللي هو ايش سميناه البلس بريشر مثلا، حلو، من هون لهون، وهي من البريشر خلوكم منها. المهم فاذا قل الهارت ريت زي ما انتم شايفين هون، اذا قل الهارت ريت شو راح يصير؟
الدايستوليك بريشر راح يقل، حلو راح يقل. طب اذا قل الدايستوليك بريشر، شايفين الفرق، الفرق ما بين السيستوليك بريشر والدايستوليك بريشر راح يزيد، يعني بين قوسين البلس بريشر راح يزيد، تمام؟ عرفنا كيف؟ يعني لو نقارن هنا، شايفين مثلا لو ناخذ هون هاي الحالة مثلا من هون لهون، شايفين كانت 80 وهون ثابتة، مثلا كان السيستوليك بريشر هون تقريبا ثابت. فنشوف بالنسبة للدايستوليك بريشر كان هون 80 بالحالة A مثلا، نسمي هاي الحالة A. بالنسبة للحالة B مثلا بناخذ المقطع هذا، بالنسبة للحالة B شايفين دايستوليك بريشر نزل أقل من 80، يعني نحكي تقريبا مش عارف 30، لا مش 30، 70، لا 60، نحكي 60 مثلا. حلو، صار من 120 ناقص 60 بتطلع البلس بريشر هنا. اما بالحالة A كنا نحكي 120 ناقص 80، فالحالة A راح تكون البلس بريشر اقل من الحالة B. فعشان هيك اعيد وازيد، اعيد وازيد، اذا قل الهارت ريت راح يسبب لي ايوه causes the diastolic pressure to a lower level before boosted by the next cardiac ejection، لما تعمل البلد او الهارت ejection للبلد عن طريق الفنتريكلز، تمام؟ فهي اظن هيك حفظتكم، ممكن تقدروا انه يعني يا رب تكون فهمتوا الموضوع. هسه بالنسبة للنقطة 3، عفوا النقطة 2 والنقطة 4 مثلا، هذول النقطتين هاي شرحت لكم اياها. طيب بالنسبة للنقطة هاي اللي هي decreased arterial compliance، اللي هي هيها النقطة الثالثة decreased ها لا عفوا 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 الرابعة decreased arterial compliance. فعليا لو تشوفوا هنا احنا ايش هدفنا؟ انه البلس بريشر ماله يزيد. كيف بيزيد؟ عن طريق انه الارتيريال كومبليانس اذا قلت. اذا باللو كومبليانس او الارتيريال كومبليانس، شايفين البريشر كيف زاد؟ لما ناخذ النورمال ونقارنه باللو كومبليانس، شايفين البريشر كيف الفرق؟ طيب بقول لك هون a greater pressure is required to distend the stiff arteries which causes the systolic pressure to be increased. طب ما فهم هاي النقطة، نيجي على الصورة اللي بعده. هاي الصورة راح اشرح لكم النقطة، انه اخر نقطتين حكيت لكم هسه راح اشرح لكم اياهم. اذا نعيد بشكل سريع، هاي شرحناها، هاي ما شرحناها، هاي شرحناها، ظل عندي هاي وهاي، وهسه راح اشرح لكم اياهم، تمام؟ عشان ما حد يخربط. طيب اعيد لكم عليها. طبعا هنا بنشوف حالتين، هاي الحالة الأولى اللي هي هاي محاي، طبعا هاي حالة واحدة طبعا، وهاي الحالة الثانية نسميها بي، تمام؟ نشوف بحالة A شو بتفرق عن بي. اللي هون في عندي كومبليانت ايورتا، يعني بتكون مور كومبليانس مثلا من الحالة بي، أو مقارنة بالحالة بي. إذا بالحالة A بتكون يعني الارتريز او اللي هون تحديدا الايورتا مالها تعتبر كومبليانت ايورتا، حلو. بس انا هدفي انه اقلل الكومبليانس، عشان ايش؟ عشان ازيد البلس بريشر. طيب خلينا نشوف الحل الاولى. اذا هون ايش اتفقنا؟ مور كومبليانت، ففعليا راح تقلل لي من البريشر. طيب نشوف البريشر مثلا هون كان نسبته 100%، تمام؟ اللي طالع من وين؟ من الليفت فنتريكل، هيو هاي الاورتيك فالف اوبن، تمام؟ هاي البريشر او البلاد، تمام؟ راح يعمل البريشر هون ايش صار؟ توسع مثلا الاورتا. اذا توسعت يعني الكومبليانت الها عاليه، اذا ظلت ستيف الكومبليانت ايش مالها؟ او بنسميها نان كومبليانت اورتا، تمام؟ حلو. يعني هون بالنسبة للكومبليانت قليل، وهون بالنسبة للكومبليانت عالي، حلو حلو. هسه شايفين هون 100% كيف توزعوا؟ 50% طلعوا و50% ظلوا هون، حلو. بعدين عند الدايستول
تفرغوا لحالهم. عرفنا كيف؟ يعني بدي اتخيل مثلا هاي الهارت، تمام، هاي الاورتا، الفنتركل مثلا عمل سيستول، ظل البلد هنا، بعدين ايش؟ سكر الهاي. طبعا لو نعتبره انه كومبليانت اورتا، راح يتجمع الدم هون، او راح ينتفخ الاورتا مثلا، راح يظل ايش شوي من البلد مثلا هون. لما يسوي سيستول الفنتريكلز مثلا، ال50% اللي كانوا هون بروحوا مثلا. يعني عرفنا كيف؟ فتقدر تعتبروا هذا بريشر او البلد نفسه. يعني هون فعليا قل مين لما نقارن مثلا 50 ب100%. شايفين كيف؟ لما نقارن بالحالة الأولى كانت 50% عند السيستول مثلا، وهنا بالحالة بي كانت 100%. إذا هون البريشر كان أعلى. ليش كان أعلى؟ لأنه هون الأورتا نان كومبليانت، أو بتكون أقل مثلا من إيه. عرفنا كيف؟ إذا هاي أول وحدة أظن إنه هيك فهمتوها. طب بالنسبة للتوتال بريفرال ريزيستانس، بدكم تعرفوا إنه الريزيستانس والكومبليانس علاقة عكسية. يعني علاقة عكسية ولا طردية؟ يعني إذا كان عندي ريزيستانس عالي، حلو، راح يكون مثلا الكومبليانت أو الكومبليانس ماله، الله صح، محمد، إذا ريزيستانس عالي زي بالحالة هون، لا والله راح يكون برضه الكومبليانس قليل. كومبليانس قليل، تمام. طيب كيف يعني؟ هسه احنا اتفقنا من ان العوامل بتأثر على الريزيستنس اللي هو الراديوس، تمام، كان علاقة عكسية مع الراديوس اس 4، تمام، هون كان باي، تذكر القانون. المهم، فهون اذا كان عندي كومبليانت اورتا، شايفين الراديوس زاد، فالريزيستنس ايش ماله؟ قليل. بس هون ريجد، يعني صلب او قاسي. ففعليا هون الريزيستنس ايش ماله؟ عالي. فراح يكون الكومبليانس ايش ماله؟ قليل او معدوم. عرفنا كيف؟ يعني تقدر تربط هاي المعلومة بهاي المعلومة. حلو؟ اذا يعني اعيد اخر مرة، يا رب توصل الفكرة. طيب بالنسبة للبلس بريشر، تمام، هاي البلس بريشر مثلا، اذا راح تزيد بأشياء مثلا بحالتين، طبعا هن 4 حالات بس شرحت لكم اول ثنتين. اذا قلت الارتيريال كومبليانس، او اذا زاد التوتال بيريفيرال ريزيستنس، تمام. الارتيريال كومبليانس انه امكانيه الارتريز مثلا انها تتمدد او تتوسع عشان تستوعب حجم البلد مثلا اللي اجاها. فاذا قل الكومبليانس راح يزيد البلس بريشر. إذا بهاي الحالة، حالة بي، الكومبليانس معدوم، شايفين البريشر فات 100 طلع 100، تمام. أما إذا كان هنا في عندي كومبليانت إورتا، يعني الكومبليانس يعني أعلى من هنا، هون كان معدوم، أما هون أعلى من الحالة بي اللي هي الحالة إيه مثلا، شايفين دخل 100 وطلع 50، ظل 50 باقي هنا، شايفين الباقي هون، بعدين بتطلع هون ال50 اللي باقية، بعدين بتطلع بالدايستول. أما شايفين مثلا بالحالة هاي صار سيستول طوال، طلع 100%. هون ما في كومبليانس، ظلوا ايش؟ ظلوا ريجيد اللي هو قاسي، وراح تكون الريزيستنس عالي، تمام. ف 0%، ما في 50%. عرفنا كيف نميز هاي الصورة؟ يا رب تكون المعلومة وصلت. هذا الفيديو بدي اياكم تحضروه لحالكم، موجود طبعا، راح احط لكم الصيدات زي كل مرة بالديسكريبشن، تقدروا تتصفحوا الصيدات وتستفيدوا منها، تمام. طيب بدنا ناخذ ال طيب هسه بالسلايد اللي عندي هون، راح ناخذ الكابيلاريز اند فلويد اكسشينج. تذكيرا، هنا في عندي فينيول، هون في عندي ارتريول مثلا، وفي بيناتهم كابيلاري. بالكابيلاري راح يكون في عندي
فلويد اكسشينج، وبرضه نيوتريانت، وبرضه جازز اكسشينج. تمام. بالنسبة لهاي الصورة، طيب اوكي يا سلام. طيب اذا body fluid compartments، في عندي مثلا هون نص حمض، في عندي هون السيل ممبرين، في عندي اذا هون هاي السيل ممبرين، هاي بنقدر نعتبرها intracellular fluid، يعني من هون لهون سيل مثلا. تمام. عندي هون خارج السيل بنسميها extracellular fluid، كل الفلويد الموجودين. في عندي ما بين الكابيلاري ممبرين والسل مثلا، هنا اعتبرناها السل هون، حلو، ما بينها وما بين السل والكابيلاري اتسلف ايش في عندي؟ انترستيشيال فلويد. يعني باختصار صورة اوضح، مش هاي السل اللي اتفقنا عليها، ما بين الكابيلاري والسل انترستيشيال فلويد، هيها انترستيشيال فلويد. تمام، حلو. كان نضفت عن حكي. يس. طيب اذا اتفقنا على هاي، اتفقنا على هاي. طبعا انتر، اعيد وزيد جزء المعلومة هاي 1000 مرة، انتر معناها ان بتوين، انترا يعني بداخل. تمام، من الفرق بين انتر وانترا. يس اوكي. طبعا البلازما هاي وين بتكون؟ داخل الكابيلاري. يعني باختصار هاي البلازما، هاي عندي من هون لهون الكابيلاري، حلو، هاي السيل، هاي الانترستيشيال فلويد. طبعا جوا السيل ايش اتفقنا؟ الفلويد اسمه انترا سيلولار، مش انتر، دير بالكم، انترا سيلولار فلويد. بالنسبه للفلويد ما بين الكابيلاري والسيل، انتر ستيشيال فلويد. اوكي. والبلازما موجوده وين؟ او البلاد، البلازما او البلاد تكون موجوده داخل الكابيلاري، وهي الكابيلاري ميمبرين. بس بالنسبة للنسب هذول لازم نحفظهم، التوتال 60%. باختصار لا، هون الانتر او العفو انترا سيلولار فلويد 40%، اكسترا سيلولار 20%، زي ما انتم شفتوا هون. ايوه، انترا سيلولار 40%، النسبة هاي 40% تكون داخل الجسم، بنحكي بشكل عام عن البادي. والاكسترا سيلولار اللي هي من هون لهون، شايفينها، يعني الاكسترا سيلولار يساوي الانتر ستيشيال فلويد، مثلا اي اف مثلا نختصرها، انتر ستيشيال فلويد زائد البلازما مثلا. تمام، كم نسبتهم؟ 20%. يس اوكي. التوتال راح يكون 60. طيب نحكي هون شوي exchange between bloodstream and interstitial. الكابيلاريز تعريف هذا site for the exchange of water and solutes between the plasma and the interstitial. عيد وزيد، هاي الانترستيشال، حلو، تمام. إذا راح يصير في exchange، تبادل للمياه مثلا أو solutes between the plasma، ما بين البلازما الموجودة هون والانترستيشيال. تمام، بعدين بتروح على السل. طيب بالنسبة للنقطة الثانية عندي هنا، كابيلاري ميمبرين از هايلي بيرميبل، بيرميبل اللي هي قابليتها على النفاذ او النفاذية. تمام، ات allows فور اول بلازما اند، هيو اول، لسه نغير لكم اللون، ندلعكم شوية. طيب اولي بلازما اند انترستيشيال كونستيشوينت. تمام، الانترستيشيال بتتذكروا انترستيشيال فلويد اللي راح يكون ما بين، هيو يس، هيو شايفين هذا الفلويد، يعني راح يسمع الكابيلاري كل البلازما الموجود طبعا بالكابيلاري والانترستيشيال كونستيشوينت to pass freely with the exception، ما عدا ايش؟ ما عدا اللارج مولكيولز. اذا اللارج مولكيولز ما راح تفوت مثلا او تخرج من الكابيلاري. تمام، او الكابيلاري ميمبرين. 100%. حلو. الليبيد سوليبل سبستانسز such as O2 CO2
هذول ايش بنسميهم؟ ليبيد سوليبل سبستانسز، يعني بين قوسين هيدروفوبيك. تذكروا هيدروفيلك وهيدروفوبيك، هذول هيدرو، ايوه هيدروفوبيك باختصار. يس such as O2 CO2 وليثانول and fatty acids مثلا. هذول الأربعة diffuse through the endothelial cells of the capillary wall، ما راح يواجهوا أي مشكلة. راح شايفين الكابيلاري وول مثلا، أو بنسميها الإندوثيليال سيلز، اللي هي عبارة عن إبيثيليوم أو إبيثيليال سيلز، راح تخترق، أو اللي هم شو اتفقنا عليهم O2 CO2، شايفين هذول يا إخوان O2 CO2 إيثانول، برضو الفاتي أسيدز إيش ماله، راح يتحركوا زي ما بدهم، اللي هو diffuse through the endothelial cells of capillary wall، هاي الكابيلاري وول زي ما انتم شايفين هون. تمام حلو. water and water، ال water زي H، يعني H2O قصده هون، and water soluble، تذكر ال water soluble كنا نسميه hydrophilic. تمام hydrophilic، اذا هذول ال hydrophobic، اللي ال hydrophobic ايش مالهم، نسميهم lipid soluble، مثل هذول الأربعة يكونوا راح يتحركوا بحرية. تمام، أما الووتر اللي هي H2O and water soluble، بلازما الكترولايتس، جلوكوز، أمينو أسيدز، هذول إيش مالهم، بس ثرو ذا كابيلاري بورز أور كليفتس. كليفتس اللي هو في عندي بورز أو كليفت، هاي زي ما شايفين هون، هذول اللي حكيناهم هون ذكرناهم هون، راح يعبروا عن طريق الكليفت. تمام، يعني هيو شايفين البور دياميتر، وهون سمول، طبعا ايش اللي راح يعبر، ليبيد ان سوليوبل اللي هم الووتر، وهذول مثلا امينو اسيد مثلا سبستانسز ماست باس ثرو بورز، هون بقول لك اوكي، يعني هون اظن هيك اعطينا هذول الشرطين وهذول النقطتين عفوا. اذا نعيد ونزيد. طيب أدلك إياها بالله بشكل سريع، أوكي لا غير كلهم. طيب إذا نتفق، الليبيد سوليبل سبستانسز راح يعبروا بحرية، يعني راح يكون معهم تصريح، بيقدروا يعبروا بأي وقت وبشكل سهل. أما الووتر والووتر سوليبل، يعني إذا قال لك ووتر سوليبل اعرف إنه بيقصد ليبيد، حلو ليبيد إيش؟ إن سوليبل، شايفين الليبيد انسوليبل هي نفسها الووتر سوليبل. تمام، هاي اتفقنا عليها، هذول ما معهم تصريح فراح يعبروا من تحت لتحت، يعني بدون ما الحكومة تعرف مثلا، زي ما بيقولوها بين الدخلات، فشايفين الدخلة هاي راح يعبروا منها. مين هم اللي هم مسميناهم الليبيد انسوليبل او الووتر مع الووتر سوليبل؟ تمام، زي بلازما الكترولايتس، تعرف البلازما الكترولايتس مثل الصوديوم كالسيوم بوتاسيوم مثلا، عندي الجلوكوز، عندي الامينو اسيدز. تمام، هذول راح يعبروا عن طريق البورز او الكليفت، زي ما انتم شايفين هنا كليفت وهنا بورز، والبور معناها الثقب. تمام جميل جدا. بالنسبة للقانون اللي بتتذكروه، اللي اخذناه هذا باول شابتر من مادة الفسيولوجي، تمام rate of diffusion، راح يعتمد على ال diffusion coefficient. اطمنكم، ما اظن راح يجي سؤال احسب مثلا، بس بدكم تعرفوا مثلا يعني العوامل اللي بتاثر بال rate of diffusion، اللي هو ال diffusion coefficient، وهذا راح يكون ثابت على حسب الماده. في عندي ال area of diffusion، تمام ال area of diffusion، طبعا هي ال area of diffusion اللي هي هيك، تمام، وفي عندي الكونسنتريشن، طبعا هنا الكونسنتريشن للاوتسايد ناقص الكونسنتريشن للانسايد، ولازم تطلع قيمة موجبة. اذا طلعت معك قيمة سالبة بدك تحولها لقيمة موجبة، تمام، لانه ما في ريت بالسالب. المهم، ودلتا اكس اللي هو الديستانس، الديستانس تمام، تمام. طبعا الديستانس ما بين هنا، شايفين هنا الواحد مايكرومتر الثيك، هي نفس الديستانس.
كيف راح يجي؟ ما اظن راح يجي سؤال عليه يعني كسؤال حل وارقام، لا ما اتوقع. راح يجي مثلا الريت اوف ديفيوجن على ايش بيعتمد؟ على هذول، على عكسين مع الدلتا اكس، تمام، اللي هي الديستانس 100 100. هسه راح ناخذ تايبس اوف كابيلاريز. طيب بالنسبة للتايبس اوف كابيلاري، وي هاف 3 تايبس، تمام، كونتينيوس، فينستريتد، واخر شيء ديسكونتينيوس او نسميها سينيوسويد، تمام. هاي موجود هذا الاسم بالمادة الهيستولوجي، بس بدنا نعرف نميز الديسكونتينيوس عن الفينستريتد عن الكونتينيوس. الكونتينيوس شايفين هون شو مكتوب عندي؟ The pore size are so small which only allow for water and electrolyte مثل الصوديوم، صوديوم ايونز، بوتاسيوم، كالسيوم to pass through، تمام. اذا راح تسمع هذول البورز او الكليفت للووتر، حلو، وللالكترولايت to pass through، تمام. هاي بالكونتينيوس. طب وين بنلاقيها؟ بالنسبة بالجسم مثلا، بالمصل، بالسكن، باللانج، بالسنترال نيرف سيستم، تحديدا بالبلاد برين بارير. تذكروا البلاد برين بارير اللي اخذناه باول تشابتر بالنسبة لمادة الفسيولوجي. طيب اوكي، بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الفينستريتد، شايفين وي هاف بورز هنا او ثقوب. طبعا هون التايت اللي هو راح يكون ملزق ببعض التلزيق، هون راح يكون ليكي يعني بيسمح للارج مولكيول، اللارج مولكيول مثلا بالعبور، هون ما راح يسمح لانه شايفين ممرات اضيق بكثير من هون مثلا. اوكي، عندي مثلا فينستريتد، نرجع هون عندي بالاكسوكراين جلاند، عندي بالرينال كلوميريولاي اللي تذكر طبعا، ثمان ارجع لكم هون بس خليني اخلص هاي. في عندي بالانتستينال ميكوزا برضه بنلاقي هذا النوع اللي هو الفينستريتد. طبعا باختصار ايش حكينا؟ بالاكسوكراين جلاند، بالرينال كلوميريولاي، تذكروا الكلوميريولاس هون موجودة بالكدني مثلا. شايفين هاي الكابيلاري؟ هاي ايش راح تكون نوعها؟ اللي هي الفينستريتد كابيلاري، تمام، اللي هي ايش النوع الثاني. وايش كمان اتفقنا؟ بالانتستينال ميكوزا، طيب ونورجيكو شايفين هنا بالانتستينال مثلا، هون في شايفين هاي الكابيلاري ايش نوعها؟ برضه فينستريتد كابيلاري، تمام، اللي هي النوع الثاني زي ما اتفقنا، فينستريتد. يس اوكي. بالنسبه للديسكونتينيوس، شايفين طبعا زي ما قلنا اسمه الثاني سينيوسويد. incomplete basement membrane، هون في عندي complete basement membrane وهذا complete basement membrane، بس شايفين هون basement membrane، شايفين كيف شكله؟ هذا بنسميه incomplete basement membrane، مذكور بالمادة الهيستولوجي. عندي هون intercellular gap، تمام، مش بورز ولا كليفت، جاب. المهم وين بكون موجود يا ابراهيم؟ موجود بالليفر، موجود بالسبلين، موجود برضه بالبون مارو، هذول كلهم نعرفهم هذول الستركتشر. it allow proteins synthesized by liver to pass، زي ما قلنا هو مذكور او موجود بالليفر، فراح يسمح للبروتينز اللي هي تعتبر large molecules بالعبور into the blood، تمام، 100 100. طيب نيجي لموضوع جميل اللي هو الفاكتورز affecting water exchange، اوكي، through the capillary membrane. ايش العوامل اللي راح ياثروا لي على الووتر اكسشينج اللي هو تبادل اللي ايش الووتر through the capillary membrane؟ مثلا we have one two yes two factors. طيب اول فاكتور هون رتبت لكم اياه بشكل اوضح اللي هو الاوزموتيك، بنسميه اونكوتيك اور ايش كولويد بريشر مثلا، هي اول عامل، اما الاوزموتيك بريشر وبرضه اسمه كولويد بريشر مثلا او اونكوتيك بريشر. العامل الثاني هايدرو ستاتيك،
برشر، تمام. طيب هسه بدي اتاكد من كل النقاط. اوكي كل النقاط هون الحمد لله موجوده. طيب بالنسبه للاوزموتيك برشر او الكولويد برشر او الاونكوتيك برشر، كابيلاري اونكوتيك برشر، وفي عندي انترستيشيال اونكوتيك برشر. اذا هون في عندي كابيلاري اونكوتيك برشر، في عندي انترستيشيال اونكوتيك برشر، فبدنا نفرق، تمام، ما بدنا نخلط بيناتهم. حلو. الكابيلاري اونكوتيك برشر مثلا كرييتد باي بروتين كونسنتريشن، تمام، بروتين كونسنتريشن within capillary، الموجود وين؟ داخل الكابيلاري. يعني عندي كابيلاري مثلا، في عندي هون بروتين، راح يولد لي برشر، ايش بنسميه؟ كابيلاري اونكوتيك برشر، تمام، بروتين انسايد ذا كابيلاري اللي هو within capillary زي ما هو موجود عندي هون. طب بالنسبه للثاني او النوع الثاني من الاوزموتيك، هون في نوعين زي ما قلنا، هاي الكابيلاري اونكوتيك برشر او الانترستيشيال اونكوتيك برشر. الانترستيشيال، تتذكروا الانترستيشيال، ارجع لكم اياها بشكل سريع، هاي الانترستيشيال، بس هون كنا نحكي انترستيشيال فلويد، بس هون ايش؟ انترستيشيال، تمام. كل هاي بيكون ما بين الخلايا اللي هي السيلز اللي هون وما بين الكابيلاري، كل الفراغ مثلا، تمام. طيب هاي يعني عشان هنا شي اتذكر شويه. كرييتد باي بروتين برضه نفس الشيء، بروتين يعني اوكي كونسنتريشن within interstitium، تمام. يعني بس هاي المرة مش قلنا هنا بروتين كونسنتريشن اذا كان جوا الكابيلاري راح يولد لي بريشر سميناه كابيلاري اونكوتيك بريشر. طب اذا كان البروتينز مثلا، طب اذا كان البروتين وين موجود؟ في الانترستيشيوم اللي هي خارج الكابيلاري او السبيس اللي بيكون بين السيل مثلا والكابيلاري، هاي الكابيلاري مثلا، هاي الكابيلاري وهي السيل، في هنا زي ما قلنا سبيس مثلا، في بالسبيس هنا بروتين مثلا، حلو، فهذا البروتين موجود بالانترستيشيوم، راح يكون او البريشر راح يولده شو اسمه انترستيشيال اونكوتيك بريشر. عرفنا كيف نميز؟ يعني لما نسمع اوزموتيك بريشر تذكروا لي الكونسنتريشن للبروتين، اذا كان تولد هذا البريشر عن طريق البروتين او الكونسنتريشن للبروتين يلي موجود داخل الكابيلاري، ايش بنسميه؟ كابيلاري اونكوتيك بريشر، تمام، او كابيلاري اوزموتيك بريشر، او كابيلاري كولويد بريشر، تمام. اذا كان البروتين او الكونسنتريشن للبروتين ولد لي بريشر، بس وين كان هذا البروتين؟ خارج الكابيلاري، بنسمي البريشر اللي تولد انترستيشيال اونكوتيك بريشر، تمام. اتمنى انها وصلت. بالنسبه للفاكتور الثاني اللي هي الهايدرو ستاتيك بريشر، تمام، هايدرو ستاتيك بريشر. طيب في برضو عندي نفس الاشي، كابيلاري وانترستيشيال، صح، تذكر هون ايش كان في عندي؟ برضو كابيلاري وانترستيشيال، يعني بحاول احفظكم اياها صراحه. اذا بس هون ايش حكينا؟ كابيلاري هايدرو ستاتيك بريشر، هون كنا نحكي كابيلاري اونكوتيك بريشر، اذا بدنا نميز، تمام. طيب كلمه واحده بتضيع كل العلامات، دير بالك. وهون في عندي انترستيشيال هايدروستاتيك بريشر. بالنسبه للكابيلاري هايدروستاتيك بريشر كرييتد باي بلاد بريشر within ذا كابيلاري، يعني باختصار الاوزموتيك كنا نذكر او كنا نجيب سيره مين؟ ابن عمنا البروتين، تمام. اما بالهايدروستاتيك بريشر جبنا سيره مش الكونسنتريشن، عفوا، جبنا سيره البلاد بريشر. البلاد ايش؟ البلاد بريشر، هاي البلاد بريشر باختصار. طب اذا كان البلاد بريشر موجود او تولد عن طريق ايش اللي كان موجود within the capillary، بنسميه capillary hydrostatic pressure، نفس الموضوع بس كنا نحكي عن البروتين. طيب اما بالنسبه للثاني interstitial hydrostatic pressure، شو بتتوقع يكون؟ created by fluid pressure، fluid not blood، هون كان في عندي blood pressure
هون في عندي فلويد بريشر، اذا هون اما راح يكون بلاد او فلويد، تمام، اما بلاد او ايش او فلويد. اوكي يعني باختصار بريشر او اوكي، اذا زي ما قلنا بلاد او فلويد، تمام، الفلويد راح يكون بالانترستيشال والبلاد بالكابيلاري، يس within the interstitial. حلو، اذا زي ما قلنا هون الهيدروستاتيك بريشر راح يتولد عن طريق بريشر، بس اما راح يكون بلاد بريشر او فلويد بريشر. البلاد بريشر موجود داخل الكابيلاري، بنسمي كابيلا، بنسميه القصه كامله كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، واذا كان فلويد بريشر اللي ولدين راح يولد ايش الانترستيشال هيدروستاتيك بريشر، موجود وين بالانترستيشن، تمام، اذا ميزنا الاوزموتيك عن الهيدروستاتيك. اوكي زي هاي برضه كمان وضحتها، هون كنا نحكي عن كونسنتريشن للبروتين، هون نحكي عن بريشر، فعلا فرق. طيب النت بريشر، احفظوا لي هاي الاكويجن معادله واحفظوا لي اياهن هذولا. هل ممكن يجي سؤال حل؟ لا، يعني بقول لكم لا بنسبة 95%، ما أظن أبدا إنه يجي سؤال حل. أوكي شايفين النت بريشر، this is called balance of Starling أو Starling's forces، تمام، 100%. طب إذا كان النت بريشر positive الفلويد leave capillary، الكابيلاري الفلويد إيش مالها راح تخرج من الكابيلاري. طب إذا كان negative الفلويد انتر ذا كابيلاري، تمام. شايفين هنا، هون عندي كابيلاري فينيول ارتريول، شايفين الهيدروستاتيك وهي الانكوتيك، تتذكروا هون حكينا الانكوتيك او هي انكوتيك او الكولويد او الاوزموتيك، وحكينا عن ايش الهيدروستاتيك. طيب الدم المكسد راح يجي مثلا من هنا، اوكي راح يجي من هنا ويفوت مثلا، تمام، بعدين يخرج من الفينيو، تمام، حلو. شو بدي احكي، شايفين هالفلت انسو الفلتريشن تقريبا نفس المعادلة هاي بتاعت الديفيوجن، تمام، اللي هو هنا بتحفظوا لي اياهن. هون مثلا كانت البي سي هنا معناها الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ناقص الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر، تمام، بين قوسين ناقص ايش الكابيلاري اونكوتيك بريشر، تمام، هون دايما نلاحظ السي قبل، يعني هون دايما نمبر 1 بتكون سي عشان ما نخربط، ما نحط الاي اللي هي الانترستيشن قبل الكابيلاري، تمام. اوكي وهنا اخر شيء، اخر نقطة اللي هي الانترستيشال اونكوتيك بريشر، فضول المعادلة حفظ، تمام. طيب جميل جدا. طيب راح ارجع لكم على هذا السلايد افهمكم اياه، بس خلينا ندردش هون شويه. شايفين هون بالارتريول راح يحمل دم واكسد، الدم المكسد شايفين هون ذا نت هيدروستاتيك بريشر ويتش فيفورز فلتريشن، از طبعا مين مسؤول عن الفلتريشن اللي هي الهيدروستاتيك بريشر، تمام، اذا مسؤول عن الفلتريشن هيدروستاتيك بريشر، والمسؤول عن الانكوتيك بريشر ديفرنس في ايوه ري ابزوربشن، اذا المسؤول عن الري ابزوربشن اللي هو الانكوتيك بريشر. هاي الري ابزوربشن شايفين هون بالازرق، ري ابزوربشن هون ايش فلتريشن، اول شيء راح يصير فلتريشن بعدين راح يصير الري ابزوربشن اللي هي عادة الامتصاص. حلو، اذا هون عندي بلد حامل نيوتريانس، حامل دم اكسد، اوكسجينيتد بلد، تمام، راح يصير له فلتريشن. شو اللي خلاه يعمل فلتريشن؟ اللي هو انه في عندي الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر عالية، فراح ينقل الفلويد اللي هون او البلازما اللي هون تو اوتسايد، تمام، وهون ايش في عندي بلد كولويد اوزموتيك بريشر راح يكون بالجهة المعاكسة، بس النت ديفيوجن شايفين كله هذا، شايفين السهم الكبير هذا راح يعبر لي عن النت ديفيوجن، مين اكثر 35 ولا 25؟ 35، اذا الاتجاه النت ديفيوجن لهنا، شايفين القيمه بوزيتيف، زي ما حكيت لكم
إذا كان بوزيتيف فلويد ليف كابيلاري، أما إذا كان نيجاتيف فلويد انتر ذا كابيلاري. تمام، جميل جدا. شايفين هنا بالانس راح يكون زيرو، ما في نت فيوجن، يعني ما راح يكون في هنا تبادل او اكسشينج. تمام، طيب هنا ايش النت فلتريشن ديفيوجن مثلا، او النت فلتريشن بريشر راح يكون نيجاتيف مثلا. اذا كان نيجاتيف، شايفين هاي النت ديفيوجن تو انسايد، تو انسايد ذا كابيلاري، اللي مسمين العملية هاي ري ابزوربشن. اذا باختصار، مين مسؤول عن الفلتريشن؟ طيب اعيد لكم اياها، مين مسؤول عن الفلتريشن؟ اذا اول شيء بيصير فلتريشن، مين مسؤول عنه؟ شايفين الفرق ما بين الهيدروستاتيك، شايفين الازرق اونكوتيك اللي هي الاوزموتيك، تمام، والهيدروستاتيك، شايفين الفرق؟ هنا حكينا قبل 35 اظن كان 35، هنا كم كان؟ اظن 25 صح؟ مين اكبر؟ 35، عشان هيك راح النيوتريانس مثلا الفلويد الموجوده هنا راح تنتقل من from the inside the capillary to outside. تمام، حلو. هون بالعكس الريابزوربشن، تمام، الريابزوربشن مسؤول عنه الانكوتيك او الاسموتيك بريشر، شايفين الاسموتيك بريشر عالي هنا اعلى من هنا، فالنت ديفيوجن لهنا، هنا كان العكس. بالنص راح يكون ايش ماله؟ زيرو، ما راح يكون في عندي نت ديفيوجن. تمام، يعني نت ديفيوجن راح تكون زيرو. اوكي، يس. اني فاكتورز، طبعا اني فاكتور ذات كوزز امبلسز او امبلس عفوا اوف ستار، تذكروا ستار لينكس فورسز اللي هسه ذكرناه قبل شوي. ايوه تمام، حلو جميل جدا. causes a net filtration and accumulation of fluid، راح يتجمع لي fluid in the interstitial spaces which is called edema، راح يسبب لي مرض الإديمة. يعني باختصار راح يعمل لي هنا مثلا، راح ينتقل fluid هنا كثير، ما راح يسوي لي reabsorption زي العالم، فراح يظل هنا accumulated fluid مثلا، راح يسبب لي الإديمة. تمام، حلو. اوكي، في عندي هون معلومة act as هون الليمف نود مثلا او الليمف فيزلز return to circulation، راح تحمل لي مثلا act as a safety factor to reduce accumulation of filtrated substance in the interstitial especially filtrated protein because they have a large pores. بنعرف انه الليمف فيزلز الها لارج بورز، ثقوب كبير، يعني هاي الثقوب راح تسمح لي بدخول البروتين وتمنع انه الفلويد يصير له ايش؟ تجمع. شايفين الفلويد يعني راح تاخذ نسبة، حلو، مثلا هون كم كان؟ 24 لتر بير داي، اخذنا هون 3.6 وهون اخذنا 24.4، اجمع لي هاي مع هاي راح تطلع لي ايش؟ 24، فما راح يكون في عندي اي فلويد زايد، وعشان هيك ما راح تسبب لي الإديمة. مثلا اذا مثلا صار عندي تجمع فلويد، مثلا ما راح الفلويد الزايد على الليمف نو على الليمف فيزلز عفوا، فايش قلنا؟ راح يتجمع فلويد هون زايد، فراح يسوي لي إديمة. تمام، هاي الصورة حطيتها، بتقدر تشوفوها من السلايدات اللي حطيتها بالديسكريبت. طيب بالنسبة للإديمة، بنقدر نعرفها إذا نوتيسابل اللي هو بشكل ملحوظ، راح نلاحظ إيش؟ accumulation اللي هو تجمع of fluid in the interstitial space. تذكر الانترستيشال space اللي هو راح يكون ما بين الكابيلاري مثلا او الكابيلاري ميمبرين والهيو، هذا كل السبيس الموجود ما بين السيلز مثلا والكابيلاري بنسميه انترستيشال سبيس مثلا. تمام، فاذا لاحظنا تجمع فلويد في الانترستيشال سبيس راح يعمل لي
مثلا كيس اللي هي الإديمة، تمام؟ شايفين كيف هاي النورمال، وهنا حالة الإيش الإديمة، شايفين كيف يعني هنا إيش سببه؟ زي ما قلنا إنه تجمع للفلويد في الانترستيشال سبيس. طيب إديمة caused by one two، كيف بتصير الإديمة؟ مثلا عندي إذا زاد increased للفينس هيدروستاتيك بريشر أو الهايبو بروتينيميا. شايفين كيف جزأت الكلمات عشان هسه فهمتكم كل واحدة. هسه بالنسبة لأول حالة، شايفين اللي هي هون موجودة عندي increased venous hydrostatic pressure، شايفين كله هذا راح اشرح لكم اياه. طبعا هذا التعريف حكيناه، اوكي هذا راح اشرحه اخر شيء، بس خليني اخذ ال 3 cases مثلا الموجودين عندي هون. يس، مثلا عندي اول وحده التايت دريسنج، شايفين كيف بتصير on the extremity of the animal extremity زي الارم والارمز والليج، الفور ارمز والمثلا الهايند ليمز مثلا، تمام؟ زي الرجلين او الايدين تبعون الانيمال بتصير تايت دريسنج. ليش سميناها تايت دريسنج؟ دريسنج مثلا ثوب او لباس. يعني لو نتخيل انه عندي بني ادم، لبس هذا البني ادم لباس ضيق، بتلاحظوا انه ايش صار؟ في عندي انتفاخ في الجسم، عشان هيك سميناها الحاله تايت دريسنج. يعني شبهناه انه مثلا انيمال لبس لباس ضيق عشان هيك انتفخت. اوكي هاي يعني عشان تحفظوها. بالنسبه للحاله الثانيه اللي هي الليفت هارت فيلير، طبعا الليفت هارت فيلير في عندي رايت هارت فيلير، كل واحد راح يسبب لي شيء سواء بولموناري اديما او سيستميك اديما. اللي راح يسبب لي بولموناري اديما اللي هو الليفت. طب هسه واحد بيجي بنط لي بقول لي يا زلمه هسه بنعرف انه بالرايت ات فنتريكل راح يودوا لي على اللنج، ليش حكيت هنا بالليفت هارت فيلير؟ فيلير راح يسببوا لي البولموناري اللي هو تحديدا وين راح تكون؟ باللنجز، تمام؟ البولموناري معناها رئوي، عشان هيك راح تكون باللنج بولموناري ايديما. طيب تخيلوا لي هنا، طبعا هاي الليفت فنتريكل، هاي الليفت اتريوم، هاي الليفت او البولموناري فينز، هون راح يجي الدم من اللنج مثلا، مش هاي اللنج، راح يجي الدم من هون. طيب تخيلوا لي انه هذا الفالف مثلا صار في عندي حاله، شايفين مثلا هون بنسميه فالف ستينوسيس مثلا، شايفين كيف الابنورمال عن النورمال، شايفين كيف لما يكون مفتوح هاي النورمال هاي الابنورمال. طيب تخيلوا لي الابنورمال صار هنا اللي هي الستينوسيس ده الفالف هذا، هل الدم راح يعبر براحته؟ لا، فراح يصير في عندي ايش؟ طبعا هذا الحكي سيبكم منه، مش مطالبين فيه، بس عشان هاي الصوره واضحه. المهم فهون ما راح يصير في تفريغ زي ما بدي، فالدم ايش راح يضله؟ متجمع في الفين مثلا، والدم راح يضل يتجمع لحد ما يصل لايش؟ اللنج اللي هو هون فعليا، فراح يسبب لي الايش؟ البولموناري ايديما. عرفنا ليش حكينا الليفت مش رايت؟ ليفت، اذا الليفت هون هسه واحد زي ما قلت لكم بجوز واحد يخربط بين الليفت والرايت. الرايت لا، الرايت ايش راح تسبب لي؟ سيستميك ايديما. كيف؟ نفس الحالة مثلا، طبعا هاي الحالة مثال عن الهارت فيلير، في هارت فيلير أسباب عديدة للهارت فيلير. المهم خلينا هون بالفالف ستينوسيس، مش مطالبين فيه تعرفوه. المهم مثلا هاي الأوبن هاي النورمال 1، مثلا هاي الأب نورمال، أب نورمال مثلا شو اسمه كيس. ف الأوبن شايفين برضو نفس الشيء، البلد اللي باللايت اتريوم ما راح يعبر براحته، ما راح يصير في عندي امبيتنج بشكل كويس، فالدم برضه راح يتجمع او راح يظل يتجمع بالايش؟ بالفينا كافا مثلا، شايفينه هون، فهذا راح يسبب لي سيستميك اديما. تمام، اخذنا هذول 3 كيسز. نيجي على هاي المخطط الحلو. طبعا هون شايفين بالازرق هاي نيجاتيف فيدباك،
مش موضحة صراحة، وهذا يعني إشي مهم توضح. طبعا كيف عرفت أنا؟ من هون طبعا، هاي الصورة جبتها من الكتاب نفسه، شايفين هاي نيجاتيف فيدباك بتعكس الأسهم، يعني مش هون انكريس بتصير ديكريس، تمام؟ طيب طبعا هذول شرحت لكم اياهم، طبعا هون بس بعمل يعني كوبي بيست عشان ايش اوضح الفكره اكثر بعدين. اوكي، برضه هون نفس الشيء، شايفين بولمونري اديما وهي السيستميك اديما. اذا السيستميك اديما مين مسؤول عنها او كيف بتصير؟ عن طريق الرايت هارت فيليور، اما البولمونري الليفت، تمام؟ مش رايت، دير بالك. والتايت حكينا عنها. اوكي خلينا نرجع هون شوي ندردش شويه. اوكي بالنسبة للمخطط هون، أول سبب للإديمة إنه إذا زاد الفينس هيدروستاتيك بريشر، increase فينس بريشر، يعني باختصار شايفين الفينيول راح يزيد عندي البريشر الموجود هون، تمام؟ إذا زاد البريشر الموجود هون راح يعمل لي أو راح يؤدي لي إلى increase capillary hydrostatic pressure. بتتذكروا الهيدروستاتيك أو الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، الهيدروستاتيك اللي هو او كابيلر هيدروستاتيك بريشر اللي هو البلاد بريشر، تذكروه. هسه برجعك اياه بشكل سريع. هيو يس، الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر كرييتد باي بلاد بريشر وذين ذا كابيلاري. حلو، خلينا نحكي هاي برضه بشكل سريع. الانترستيشن هيدروستاتيك بريشر مين راح يعمله؟ الفلويد نوت بلاد، الفلويد بريشر within the interstitium، تمام؟ عشان فريق نرجع للسلايدات. يس طيب، اذا هنا اذا زاد البريشر الموجود بالفينس، اوكي راح يزيد لي ايش برضه؟ راح يزيد لي الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اللي هو بين قوسين البلد بريشر الموجود هنا. طيب هذا راح يؤدي لي الى زياده الفلتريشن، فعليا راح يؤدي لي الى زياده اهم شلون الفلتريشن، اتفقنا؟ والفلتريشن مين مسؤول عنها؟ الهيدروستاتيك. فاذا زاد الهيدروستاتيك راح يزيد الفلتريشن، يعني الموضوع فهم اكثر من انه يكون حفر، تمام. فهذا الاشي راح يزيد الفلتريشن، راح يزيد الفلويد اللي طالع من الكابيلاري، راح يزيد لي بين قوسين الانترستيشال فلويد فوليوم. الفلويد فوليوم اللي هو حجم الفلويد الموجود بالانترستيشيوم راح يزيد بين قوسين اديما، لانه الاديما ايش تعريفها اصلا؟ accumulation of fluid in the interstitial space، تمام. وهون ايش حكينا؟ انه اذا زاد الفلتريشن راح يزيد الانترستيشيال فلويد فوليوم اللي هي نفسها، اوكي؟ عشان هيك حكينا بين قوسين اديما. اوكي نرجع للمخطط الواضح اكثر. اوكي فهذا الاشي راح يزيد لي الانترستيشال فلويد بريشر، تمام. اذا زاد الفوليوم راح يزيد البريشر. طب اذا زاد البريشر الانترستيشال فلويد بريشر راح يزيد الليمث فلو. طب هسه واحد بيقول لي ايش الليمث فلو؟ انا ليش رحت هون يا الله؟ تذكروا الليمث فلو هون راح يزيد ليه؟ لانه زاد الانترستيشيال فلويد بريشر. طب زاد الليمف فلو ايش يعني؟ طبعا الليمف فيزلز من الفانكشن تبعها انها تحمل او تاخذ البروتينز، تمام؟ حلو، فزاد الليمف فلو يعني كانه صدرنا، يعني نعتبر هنا عندي بلد وهنا عندي بلد، بلد ثاني، بلد A مثلا كانتري A وهنا كانتري B، تمام؟ زاد التصدير، مثلا كنا نصدر مثلا تليفونات، تمام؟ كنا نصدر تليفونات، زاد التصدير قل التليفونات اللي عندنا، صح ولا لا؟ فهون قل الانترستيشال بروتين كونسنتريشن، تمام؟ فهمنا كيف؟ يعني اعيد وازيد، نعتبر ال هون في عندي كانتري A كانتري B بلدتين، وهون كانتري A بتصدر تليفونات، تمام؟ طيب اذا زاد الليمف فلو وكنا نقصده بهذا المثال اللي هو التصدير، صرنا نصدر تلفونات اكثر، ففعليا عدد التلفونات بالكنتري A راح يقل. ليش؟ لانه صدرناهن كلهن او اغلبهن على الكنتري B، ففعليا قل الانترستيشيال
بروتين اللي هو شبهناه بالتليفون كونسنتريشن. تمام حلو. هسه ايش راح اسوي لي نيجاتيف فيدباك؟ طبعا اهم شيء حفظنا هذول كل من اولها لاخرها من طقطق للسلام عليكم. هسه بدنا نرجع ريفرس الليمف فلو. طب استنى لا خلينا ابلش من هنا. زي ما قلنا اذا زاد الانترستيشال فلويد فوليوم اللي هو الايديما، اذا زاد الفوليوم راح يزيد البريشر. طيب اذا زاد البريشر راح ينقص لي الفلتريشن. تمام اذا زاد البريشر اللي هو الانترستيشال فلويد بريشر كنا نسميه ايش؟ ثواني اقول لكم. كنا نسميه انترستيشال هيدروستاتيك بريشر، صح ولا مش صح؟ فهنا او انسوا شو حكيت، خليكم هون احسن لكم. اذا هون راح اسوي نيجاتيف فيدباك برضه راح يعمل لي ديكريس. زي ما قلنا نيجاتيف فيدباك راح تعمل لي ديكريس للفلتريشن، راح تقلل الفلتريشن. تمام حلو. طيب هون اذا زاد الليمف فلو راح يعمل لي نيجاتيف فيدباك لمين؟ للايديما. ليش؟ لانه الليمف فلو راح ياخذ بروتين، راح ياخذ برضه فلويد. تمام فهون فعليا قلل الانترستيشال فلويد فوليوم، يعني الفلويد الموجود هون مين اخذه؟ الليمف فلو. طب ليش اخذه؟ لانه زاد الليمف فلو، لانه زاد اخذ الليمف فلو. تمام هاي الصوره شايفين. ففعليا عمل لي ديكريس، هاي الليمف فلو عمل لي ديكريس للانترستيشال فلويد فوليوم. تمام حلو. بالنسبه لاخر وحده الانترستيشال بروتين كونسنتريشن، اذا قلت راح تعمل لي نيجاتيف فيدباك، يعني راح تعكس لي السهم، بدل انكريس راح يصير ديكريس، لانه نيجاتيف شايفين هاي نيجاتيف فيدباك. تمام طيب ايش راح ايش راح تقلل؟ راح تقلل الفلتريشن. ايش هي؟ اذا قل الانترستيشال بروتين كونسنتريشن يلي موجود بالانترستيشال، اذا قل التركيز راح يقل الفلتريشن، راح يقل شو؟ الفلتريشن. تمام طيب يا رب تكون الصوره وصلت. شايفين البولمونري ايديما؟ انا ورجيتك الصوره هي ولا لا؟ المهم هاي البولمونري ايديما، او لو ورجيتك اياها وهي سيستميك ايديما. تمام سيستميك من سيستم، والبولمونري من معناها رئوي، يعني اللي هو اللنجز نقصد فيها. طيب بالنسبة للحالة الثانية اللي هي تذكر لما جزأتك الكلمة هايبو بروتينيميا. هايبو يعني قليل، عكس هايبر، تذكروا هايبر وهايبو اللي اخذناهم بالبيو. الهايبو معناها قليل، بروتين اللي هي البروتين، ايميا مرض، هايبو بروتينيميا. كان بي كوزد باي، يعني ممكن تصير هذا الكيس عن طريق الايش؟ اما ديكريس اوف بروتين سينثيسيس. تمام مش كونسنتريشن عشان ما حدش يخربط، ديكريس للبروتين سينثيسيس باي ليفر، لانه الليفر من الفانكشن له بروتين سينثيسيس، صح ولا لا؟ such the case of malnutrition اللي هو الايش؟ سوء التغذيه. اذا كان في عندي سوء تغذيه ما راح يكون في عندي بروتين سينثيسيس بشكل مطلوب من قبل الليفر، فاللي هو الكبد، فراح يسبب لي ايش؟ هايبو بروتينيميا. هاي اول كيس. الحاله الثانيه loss of protein from the body such as kidney diseases، اما راح يكون في عندي مرض بالكدني، and severe burns اللي هو الحروق الايش؟ الشديد. اللهم عافينا، يعني لما مثلا اذا واحد لا سمح الله صار معه حروق شديده راح يخسر كميات بروتين عاليه، عشان هيك هون لوس اوف بروتين، اما سواء من الكدني او من الحروق. تمام كدني ديزيز او من سيفر بيرنز. تمام اللي هو الحقوق الحروق الشديده. اوكي هون كوبي بيست، عشان طبعا المخطط هذا اللي انتم شايفينه هون هو نفسه هذا. اوكي بس هذا من الكتاب. اوكي خلينا ندردش شوية على المخطط الثاني. زي ما قلنا الهايبوبروتينيميا بين قوسين انه decrease in concentration in blood in protein concentration in blood. تمام يعني اذا قل البلازما بروتين concentration، تمام
راح يعمل لي على decrease colloid osmotic pressure. تذكروا ال colloid osmotic pressure؟ يس. طيب أذكركم فيها بالله عشان محدش يزعل مني. ذاكرين هذا السلايد. colloid osmotic pressure كنا نحكي بالاسموتيك عن كونسنتريشن للبروتين، اما بس كنا بالهيدروستاتيك كنا نحكي عن البريشر سواء للبلود او الفلويد. تمام، يلا تذكير سريع. يس. طيب اذا هنا عندي ديكريس للكولويد اسموتيك بريشر، اذا قل راح يعمل لي انكريس للفلتريشن. حلو. طيب ليه؟ طبعا بدي اوقف لهون. ليش؟ لانه هذا كله شرحته. متى شرحته؟ هيو تذكروا الحالة الأولى لما شرحت لكم هذا المخطط. من هنا نفس الإشي كوبي بيست. تمام، أنا شرحت لكم من هون لهون صح؟ هي نفسها من هون لهون، بس بضل هون لهون. طبعا هي شرحت لكم إياها كيف، وهي إيش أركز لكم عليها. طيب من عيوني. طيب بدي رسمة واضحة. لا طيب هنا اتفقنا انه ايش، اذا قل البلازما بروتين كونسنتريشن راح يقل الكولويد اوزموتيك بريشر. تمام، فراح يزيد الفلتريشن. يعني اتوقع انه واضحه. اذا زي ما قلنا اذا قل البلازما بروتين كونسنتريشن، طبعا بلازما بروتين كونسنتريشن نقصد فيها جوا الكابيلاري. تمام، اذا قلت راح يقل من ايش الكولويد اوزموتيك بريشر اللي بين قوسين كابيلاري اوزموتيك بريشر. تمام، كابيلاري اوزموتيك بريشر يعني راح يقل برضو الكابيلاري اوزموتيك بريشر. ليش؟ لانه قل البروتين او بلازما بروتين. طب باقي الخطوات او باقي هاي الطبخه شرحت لكم اياها. تمام، كوبي بيست. طيب بالنسبة يا حبايبي وصلنا هنا اللي هو هذا السلايد neural and hormonal control of cardiovascular system. راح يكون على الكارديوفاسكولار سيستم نتحكم فيه عن طريق النيورونز مثلا اللي هو النيرفز والهرمونز. تمام، هيو neural and hormonal control للكارديوفاسكولار سيستم. شايفين هذا السلايد؟ لخصت لكم اياه بهذا السلايد وهذا السلايد. ليش؟ لترتيب الافكار بشكل افضل واوضح، احسن من العجقه هاي. تمام، طيب نيورال اند هرمونال كنترول اوف كارديوفاسكولار سيستم. عندي الانترنسيك ميكانيزمز وعندي الاكسترنسيك ميكانيزمز. اذا الانترنسيك ميكانيزمز والاكسترنسيك ميكانيزمز. تمام، نبلش بالانترنسيك ميكانيزمز. مثلا راح تعمل لي ماتش بلاد فلو مع الميتابوليك نيد اوف ذا شو. يعني كانه نعتبر مثلا الميتابوليك نيد اوف ذا شو عيله، نعتبرها ايش فاميلي عيله. البلاد فلو نعتبرها مثلا حاجات البيت مثلا، يعني هون نعتبره بلاش على البيت وهون حاجات البيت. فالانترنسيك ميكانيزمز راح تعمل لي على مساواة الحاجات الاحتياجات لمين؟ لأهل البيت مثلا أو للبيت. إذا باختصار الانترنسيك ميكانيزمز راح تعمل لي ماتش للبلد فلو اللي هو كمية الاحتياجات لمين؟ للعيلة. مين العيلة؟ اللي هي الميتابوليك نيد اوف تيشو. التيشو شو ما بدها من بلاد فلو راح نتحكم فيه وراح نسوي له ماتش. تمام، عن طريق مين؟ الانترنسيك ميكانيزمز. تمام، هي زي ما ذكرنا هنا باي ادجستينج ذا فاسكولار ريزيستنس، عن طريق التحكم بالفاسكولار ريزيستنس. تذكروا الفاسكولار ريزيستنس ثرو فازو دايليشن اور فازو كونستريكشن. الفازو دايليشن والفازو كونستريكشن راح يتحكموا لي بالراديوس اللي هو نصف القطر. طيب اذا في عندي اما الراديوس يزيد او ينقص، يعني ك شو اسمه كوحده شو اسمه قياس. فاذا زاد
فعليا صار فازو دايليشن. اذا اذا زاد هون نعطي الرقم واحد اوضح، هون يا حبيبي هيك اوضح لي. طيب يعني ندلعك شوية ونظبطكم. طيب اذا في عندي الراديوس اما بزيد او بنقص، صح ولا لا؟ متى بزيد؟ اذا صار في عندي فازو دايليشن. اذا صار في عندي فازو دايليشن، طب متى بنقص الراديوس؟ يعني يصير نصف القطر اقل، يعني مثلا هون الراديوس نصف القطر هون اعلى او اكثر او اكبر من الراديوس اللي موجود مثلا هون، تمام؟ فمتى بنقص؟ زي ما قلنا بالفازو كونستريكشن، بهاي الحالة نمبر 2. اذا اعيد وازيد، متى نعيد بشكل سريع عشان نحفظ مع بعض. تمام، اذا عندي اول ميكانيزم اللي هي الانترنسيك ميكانيزمز، تمام، راح تعمل لي على ماتش بلاد فلو مع الميتابوليك نيد اوف تيشو. شو ما بدها التيشو بنجيب لها من بلاد فلو، شو ما بدها التيشو بنجيب لها اغراض، شو ما بدها المدام بنجيب لها ايش اغراض من السوبر ماركت مثلا. كيف بنتحكم بالبلاد فلو؟ تتذكروا قانون البلاد فلو اللي كان نحكي كيو يساوي difference بالبريشر على الريزيستانس، تمام؟ هون بدنا نتحكم فعليا بالريزيستانس هيو by adjusting the vascular resistance اللي هي R، صح ولا مش صح؟ هي اللي هون. فكيف نتحكم بالريزيستانس؟ عن طريق التحكم بالراديوس. طب كيف نتحكم بالراديوس؟ عن طريق يا اما الفازو دايليشن او الفازو كونستريكشن. الفازو دايليشن راح يزيد للراديوس، والفازو كونستريكشن راح يقلل من الراديوس، تمام؟ طيب سؤال، الراديوس قلت، الريزيستانس بزيد، اذا زاد الريزيستانس راح يقل البلد فلو، يعني معلومة حلوة تعرفوها. طب العكس، اذا صار في عندي فازو دايليشن يعني الراديوس زاد، لا هذا قل، لا ايش حكينا احنا قبل شوي. طيب ناخذ انه اذا نقص، اذا نقص الراديوس راح يزيد الريزيستانس، واذا زاد الريزيستانس راح يقل البلد فلو، لانه هنا علاقة عكسية، تمام؟ هاي يعني مش غلط، يعني لازم تعرفوها. مثلا الاكسترنسيك ميكانيزمز، مثلا عندي بالاكسترنسيك ميكانيزمز عندي اكت كو اور كو اوردينيت البلد بريشر، تمام، البلد بريشر، الفاسكولار ريزيستانس زي اختنا بالله هنا، اوكي، وعندي بالكاردياك اوتبوت اللي هي كان ايش اكيو. كيف نحفظهم ابراهيم؟ شايفين هذا القانون؟ هذا القانون مين راح يتحكم، او العوامل الثلاث مثلا، سواء الكارديك اوتبوت او البلد بريشر او الريزيستانس، هي شايفينه يعني 1 2 3، مين راح يتحكم، مين راح يتحكم لي فيهم؟ اللي هو الاكسترنسيك ميكانيزمز، تمام. اما بالانترنسيك ميكانيزمز شو تحكمنا؟ بس ريزيستانس، تمام. ف جميل جدا. طبعا اكت كوردينات زي ما قلنا هذول الثلاثه من القانون، ثلاث المرح هذول. ففعليا تو يا حبيبي، استغفر الله العظيم. طيب to perfectly supply tissue with adequate amount of blood، يعني فعليا نفس الاشي تقريبا، عشان نعمل ماتش بين البلاد والتيشو او الميتابوليك نيد. طيب بالنسبة للسلايد الموجود عندي هون، طبعا تكملة، طبعا هذا السلايد انا ضفته، اوكي، شايفين هاي النقطة الأخيرة كاملة، حطيتها بسلايد واحد. طيب under different physiological condition such as exercise، مثلا إذا أخذنا مثال إن مثلا بني آدم اسمه أحمد، هذا أحمد بحب الرياضة، حاب يجري أو يعمل running مثلا بالجيم، ف there is a need to shift
مور بلد فلو تو كريتيكال تيشو، في عندي كريتيكال تيشو لازم نزودها بمور بلد فلو such as الهارت مثلا، لان بركض دقات او الهارت بيت او الهارت ريت راح تزيد، والبرين برضه بدي ازوده، الوركينج سكيليتال مسل مثلا راح او راح يحتاجه مور بلد فلو، صح ولا لا؟ نعتبرهم هذول كريتيكال تيشو بحالتنا هاي، يعني هنا حاله من عده حالات اللي هو الاكسرسايز، تمام؟ كيف راح نزود هذول الكريتيكال تيشو بالبلد؟ اوكي، this can be achieved by ايش؟ 3 things، عندي الفازودايليشن، الفازوكونستريكشن بتذكروهم، والانكريسينج ذا كارديك اوتبوت. نيجي على اول وحده الفازو دايليشن، شايفين هون هاي الحاله اللي هون، هذا السايد بتلاقوه بالبارت الاول بالشرح شرحته. اوكي بس بشرحه على السريع، الفازو دايليشن باختصار انه البلد فيزل مثلا راح الراديوس تبعها ايش ماله راح يزيد، حلو، يعني القطر او نصف القطر راح يزيد، هي فازو دايليشن اوف فاسكولار سيستم تو ذوس كريتيكال تيشو. اذا الكريتيكال تيشو اللي ذكرناهم هون مثلا بحالتنا الاكسرسايز تاعت احمد هذا اللي هم الهارت والبرين والوركينج سكيلت المسل، فراح يكون البلد فيزل اللي هم ايش؟ فازو دياليشن. ليش؟ اذا كان في عندي فازو دياليشن يعني انكريس راديوس، يعني بحالتنا هاي مثلا نسميها هاي ايه، يعني بالحاله ايه تمام، فراح يقل الريزيستنس، ولانه الريزيستنس علاقه عكسيه مع الراديوس. اوكي تذكروا هذا القانون، سيبكم من فوق، لانه علاقه عكسيه، فاذا زاد الراديوس راح يقل الريزيستنس وهكذا راح يزيد الفلو البلد فلو. طب كيف عرفت انه انكريس فلو؟ تذكروا كيو اللي هو البلد فلو يساوي البريشر مثلا على الريزيستنس، طب هذا هذا زاد يعني هذا قل، طب هذا قل يعني هذا زاد، علاقة عكسية ما بين البلد فلو والريزيستنس، عرفنا كيف؟ جميل جدا. وين هذا راح يصير على الكريتيكال تيشو او الفاسكولار سيستم تو ذوس كريتيكال تيشوز اللي ذكرناهم هون؟ طيب الفازو كونستريكشن شو راح يصير فعليا؟ فازو كونستريكشن اوف فاسكولار سيستم تو ذا نون كريتيكال اورجنز. زميلنا احمد بركض، في عندي تيشو بده بلد لانه راح يستخدمها مثلا هو بركض، حلو بتمرن اكسرسايز، وفي عندي تيشو ما بتحتاج بلد كثير لانه ايش؟ لانه ما بيستخدمها فعليا، اللي بيستخدمها مثلا السكيليتال مسل، عشان هيك سميناها كريتيكال. اما النون كريتيكال زي نحكي مثلا الانتستنز الستومك وهذولا، ليش؟ لانه فعليا ما بنستخدمهم فنعتبرهم نن كريتيكال اورجانز او نن كريتيكال تيشوز، تمام؟ فراح يصير فازو كونستريكشن، يعني باختصار الفازو كونستريكشن يعني ديكريس راديوس يعني انكريس ريزيستنس يعني ديكريس بلد فلو، عكس مين؟ عكس الفازو دايليشن، تمام؟ هون بدنا بلد فلو وهون راح يكون في بلد فلو بس ايش ماله بشكل قليل، تمام؟ وهون بشكل عالي لان هون كريتيكال تيشو او كريتيكال اورجن راح نستخدمها. طيب بالنسبه للحاله الثالثه او الشيء الثالث اللي هو عن طريق الانكريسنج للكارديك اوتبوت، اللي هو سواء اذا عملنا انكريس للستروك فوليوم او للهارت ريت، يعني اذا زاد الهارت ريت راح يزيد الكارديك اوتبوت، طب اذا زاد الستروك فوليوم برضه راح يزيد الايش؟ الكاردياك اوتبوت. طبعا الكاردياك اوتبوت حطيت لكم هذا عشان نستذكر مع بعض، اللي هو is the volume of blood ejected by the heart in 1 minute، الفوليوم حجم البلد يلي راح يخرج من الفنتريكلز من الهارت تحديدا في دقيقة واحدة، تمام؟ يا رب انها وصلت، اعيدها والله مش عارف اعيدها ولا ما اعيدها.
الاستخارة. طيب شايفين الجدول هذا؟ حلو. لو قعدتكم لبكرة أحفظكم فيما راح تحفظوه، لازم تقولوا لحالكم تحفظوه. طبعا ايش بدي اسوي؟ لخصت لكم اياه بطريقة منظمة اكثر. يعني مثلا لو ناخذ اول ريسبتور اللي هو الفا 1 الفا 2 ادرينيرجيك ريسبتور، مثلا وين راح يكون؟ وير فاوند، هاي 1 هاي 2. طب الافكت مثلا زي هون عندي كونستريكت وعندك الفانكشن. فانا فعليا ما راح اقدر احفظكم اياه، بس انا رتبت لكم اياه بطريقه اوضح. كل ريسبتر لحال، شو وين موجود، شو راح يسوي، شو الفانكشن له، يعني زي ما انتم شايفين هون. تمام، عملت لكم كل ريسبتر بسلايد، يعني عندي ثلاث سلايدات. يا ريت تقدر تحفظوهم صراحه، سامحوني لاني ما راح اقدر احفظكم اياهم. يعني دورت صور صراحه على جوجل اساس اربط لكم المعلومات، بس لم تزبطوا معنا. تمام، هاي ثلاث سلايدات زي ما قلت لكم.